شي مغاربه، السلام عليكم. هذا النهار الخميس 10 اغسطس 2023 هذه 10:30 ديال الصباح كانت واجد بحي تالبرش هنا باكادير حدا مقر شركه العمران. شركه العمران ديال الدوله ولا شبه ديال الدوله. شركه العمران متهمه بتبديد المال العام. شركه العمران ارتكبت جريمه وترتكب جريمه في حق مدينه اكادير وفي حق عدد من المدن. وهذا الشيء عافاكم راه الدوله، هذه راه مصيبه من الدوله كترتكب جرائم، يا اما لي فينيسيون مكرفصين، يا اما ديور ما كيتليفروش في الوقت وماشي كندوا على سيمانه ولا 10 ايام، بسنوات، يا اما خداو الناس من عندهم بالفلوس وما عطاوهم والو. المهم جرائم، ولكن الدوله شركه العمران. وكل خطره مثلا ندوي دابا على اكادير جهه سوس ماسه، كل خطرة الإدارة متهمة بالشفرة بالمعرفت شنو وما كيتحاسب حتى واحد. علاش؟ لأن عطاو الفوقانيين وهذا والروينة نايضة. هاد الصباح كتشوفوا معايا واحد التناقض قداش ناوى. هذه الأيام الاستثنائية لشركة العمران جهة سوس ماسة، تناقض قداش ناهو. وهنا عندنا ناس كيحتجوا، غادي نمشي عندهم وغنعرفوا شنو هو المشكل. البارح كانوا احتجاج واحد اخر عاوتاني ديال ناس جاو من تارودانت. هذه 10 سنين راه ما كنتكلموش على اشهر، 10 سنين خلصوا الاراضي ديالهم، شركه العمران ما عطاتهم والو. واش عرفتوا شحال ديال المشاريع العقاريه شركه العمران ندوي غير على اكادير ارتكبت جرائم فيهم؟ جرائم، الناس ما تليفراوش هذه 7 سنين 8 سنين ومخلصين ديورهم. شي حوايج زعما ما يدخلوش العقل. خاص شركة العمران الإدارات اللي تعاقبوا على التسير ديالها يمشيوا للسجن، يتحاكموا يمشيوا للسجن. غادي نمشي عند هاد الناس ونحاولوا نفهموا اشنو واقع. طريق الخير 14، عرفتي هاد المنازل؟ هادو الأغلبية ديال هاد العمارات ساكنين فيهم الناس ديال الأمن الوطني. الأمن الوطني يقدروا بين نهار وليلة يطيحوا هادوك العمارات، تطيح كاملة العمارات راشينة عباد الله. وهاد الناس كيحتجوا يمكن هذه واحد العامين وغير باب الحوار ما كاينش، باب الحوار هو الاخر. مصيبه الايام الاستثنائيه قال لك ديال شركه العمران. والموسيقى مهزله مهزله، وعرفتوا شنو دايرين باش تعرف؟ غنسميها انا التبرهيش، التبرهيش ديال شركه العمران. الناس كيحتجوا والاخرين يخرجوا البوقات وطالقين الموسيقى عليهم. دابا هذا ماشي تبرهيش، هذه مهزله. أو من النساء المحتجات حنا كنتكلموا انتم كتسمعوا. رجال ونساء الأمن الوطني غادي يطيحوا عليهم الديور، وهذا الشيء السكن الاقتصادي عافاكم. ديور ديال 25 مليون راه كندوزهم في الفيديو، مشيت صورتهم والله العظيم. الادارات ولا الناس ديال العمران خصهم يمشيو للسجن، خصهم يتحاكموا يمشيو للسجن على الكارثه الجرائم اللي ارتكبوا في حق المدينه وفي حق هاد الناس ديال طريق الخير وفي حق عطى الله المشاريع اللي زقلوها. شو الموسيقى؟ السلام عليكم لالا. عليكم السلام ورحمه الله سيرتك. واش عاوتاني كتحتجوا؟ عاوتاني كنحتجوا. واش ما فتحوش معاكم باب الحوار؟ لا باب حوار، لا نقاش، لا اجتماع، لا حل، لا والو. واش ما جاش شي خبير يشوف دوك العمارات؟ جا خبير دار معاينه نظريه مرئيه، حنا كنطالبوا بمعاينه بالالات التقنيه لان الماء تيخرج لنا تحت العمارات. السيس راك شفتوه ديجا ما كاينش، التوفنه ما كايناش، الميكا ما كايناش، يعني الماء دابا ضرب لنا النص ديال الشقق. ديال السفلي كلهم تضرب. جريمة جريمة جريمة. وهاد الناس ما مسوقينش لنا، كنا نحن ما كاينينش. وهاد الناس راه الناس ديال الامن الوطني يا عباد الله، راه 120 واحد اللي مستافد تما في نساء ورجال الامن الوطني. هادشي راه ماشي معقول. واش هذا هو الجزاء ديال هاد الرجال هادو وهاد النساء هادو؟ راه حشومة، راه الناس باعت ذهبها باش، والناس ديال التعليم والناس ديال المحكمة. اجي واش ما جابوش شي مكتب ديال الدراسات يدير خبرة؟ والو ما كاين لا مكتب دراسات
لجنه تجي تشوف هذاك الشيء لا والو. المدير هنا اش كيقول لكم؟ ما شناش وجههم من خدينا من هنا خدينا لي زابارتمون الان ما عملناش لنا وجههم. هاد الناس هادو داو لنا جيتو شحال من خطره وداروا فيديوهات ودرنا فيديوهات شحال من خطره لا حياه لما تنادي لا حياه لما تنادي حتى يطيحوا دوك الديور فوق ريوسكم علينا ديورنا واش عامين تشقوا لينا السطوحه وتسلسل لي ما كاينش وانا ما فهمتش انا رصاص هو كلشي رصاص ما كاينش راه كنتحمل المسؤوليه ديالي على هاد الكلام هذا اننا حفرنا كنلقاو التراب حمر عيوب شفنا كنلقاو الحديد ديال سته هاز 20 عماره وعاد السطح راه ما يمكنش هاد الشيء راه لا خطير بزاف يعني لا طاحوا شي امطار ديال الخير مشيتوا شي عمارات بداو كيهبطوا راه جبنا الخبير وشاف راه شي عمارات بداو كيهبطوا حنا اللي كنعرفوا 10 سنين عاد العماره كتهبط سنتيم حنا راه 4 سنتيم في عامين يلا دابا فسر لي هادشي شناهو كيفاش كتفسري ان المدير واللي معاه هنايا ديال عمران حتى واحد ما استقبلنا حتى واحد ما عيط لينا حتى واحد ما دار معنا الاجتماع حتى واحد ما تناقش معنا كاننا ما كاينينش وكي جاتك دايرين الايام الاستثنائيه ديال عمران واش كيقلبوا على شي وحده اخرين شي ضحايا اخرين حنا ضحايا انا تنقولها وتنعاودها حنا سوا اليوم سوا غدا راه كنتسناو غير الزياره الميمونه ديال سيدنا الله ينصرو وتنقسم لك بالله الا وقف احتجاجيه كل جوج مرات في الاسبوع الا قصد الحال والله العظيم دابا شمن اللي كيطرى لينا كنمشيو باش نعطيو اخبار اننا غنديروا وقفه احتجاجيه الناس اللي خدامه في الدائره الحضريه الاولى ديال تالبرج واحد السيده مسؤوله تما اضطرت انها تقطع لي الورقه وتوحى لي على وجهي لا كنقسم بالله اللي خلق الكون وما فيه الا الورقه تقطعت عاود لي شنو السيده ديت لها الاخبار وعندي توثيق انني ديت لها الاخبار وحطيته ليها وقالت لي مخبوره قلت لها لا مادام مخبوره شداتو قطعاتو ولحتو عليا شكون هذه؟ ما عمر بدون ديك الاسماء لا واش موظفه؟ موظفه داخل يعني مسؤوله انسانه مسؤوله داخل المقاطعه الحضريه ولكن هي كون في علمها واش لاحت عليك؟ لاحت عليا الورقه قطعتها دارت لها هكا ملي كنقول لها راكي مخبوره يعني راكي تخبرتي انا والتقس انني كاينه في المقاطعه شرقاتها لاحت لك على وجهك؟ شرقات الورقه هكا لاحتها يعني شنو هذا التصرف هذا؟ علاش كيعبر التصرف هذا؟ بغينا نعرفوا راسنا وحنا مواطنين إدارة قال سيدنا مفتوحة في وجه المواطن وقال سيدنا الله ينصرو تقريب الإدارة للمواطن هادشي اللي قال في الخطاب ديالو راه والو من هادشي راه ما كاين حتى حاجة لدرجة أنني كنقول هاد المرة إلا حبساتني ولا تعاملت معايا بنفس الأسلوب غندير لها وقفة احتجاجية تما وعندي الحق عندي الحق واش هي المسؤولة على المقاطعة؟ المسؤولة كاينة تما دوك القايدة الله أعلم دون ديك الاسماء انا ما كنديرش بعدا تشهير ولا شي حاجه لا ماشي تشهير هذا المهم انا السيده لحت لي على وجهي قطعت الورقه ولحت لي على وجهي ملي قلت لها كلشي راه موثق عندي قالت لي سيري انت هي وما كملاش الهضره ديالها وهذا الشيء راه كنتحمل به المسؤوليه ديالي امام الله وامام الناس ملي مولي مواطن كيمشي بغي يشكي الهم ديالو الاداره والاداره تتعامل معاه بحال هكا اولا السلطات المحليه تتعامل معنا بحال هكا ما بقى ما يتقال مصيبه يا كارثه ماشي مصيبه راه حتى واحد ما تعاطف معانا راه حتى واحد ما جا عندنا راه تكره كلشي كيدير وقيل الكيس فيه فودني باش ملي كنبداو حنا كنهضروا وهذا الشيء نساء رجال الامن كنتو عاديين رجال الامن الوطني رجالنا كيخرجوا دي بلاصمو كيخليونا حنايا مقابلين الوليدات راه ريسك علينا راه كاين عيالات راه دخلوا في اكتئاب تتقول لك المراه حيدت الذهب اللي تنكسب ودفعتو في هذيك البارطمان درنا عش لوليداتنا صدقنا ما لا حنا حنا بالبارطمان حنا بالفلوس ما حنا بتا حاجه حياتنا حياتهم ضاعت كاين خدام 20 عام كاين خدام مسكين 25 عام وراه حشومه هادشي وهادشي زياده على ديك المنطقه اللي بناو فيها ما عندكمش حدائق ما عندكم حتى الحدائق ما كاينش مرافق القرب ما كاينش مدرسه ابتدائيه اقسم بالله لا دارت لوليداتنا ملحقه دارت لوليداتنا ملحقه فين تيقراو مساجد ما عندناش مرافق القرب ما عندناش في مساحات خضراء ما كايناش وراه جريمه هذه في حد ذاتها كلشي الله معايا وتصور وتشوف وانتم راه البوليس زعما البوليس ما كاينش فين غيلعبوا هاد الوليدات فين غادي يخرجوا ديك الطاقه ديالهم فين داكشي كان في البلان في البلان كان ولكن ما يمشي حتى شي عندنا فلوس ما كاين والو في البلان راه كيرسموا لك الاحلام اللي ما عمرك شفتيها كيرسموا لك احلام اللي كتبقى تحب تنعس وكتحلم بها ولكن ملي كيجي الواقع كتصدم كنلقينا العقار عندنا في الدار ارض فلاحيه لقينا ناهيك على حاجه الطوبات والزرق زيد داكشي كاع ما كنهضروا عليه رتيلات ولينا ساكنين في غابه ديال الحشرات شنو غديروا دابا ها انتم ما حيتكم العمران السلطه المحليه ما غنسكتوش حقنا غنوصلوه سوا اليوم سوا غدا يعني حقنا غنوصلوه والله القسم كنتظروا الزياره الميمونه ديال سيدنا الله ينصرو هو اللي غيدير لنا حل هذا الشيء حنا ما ساكتينش وما غنسكتوش ولا قصد الحل غنشوفوا جمعيات حقوقيه خارج المغرب هي اللي غتضامن معنا وتوقف معنا لاننا راه عامين هادو حنا كنغوتو عامين وحنا كناضلو راه والو
راه هاد الناس ما فهمتش هذيك الخليه ديال بحال باع لينا داك هي التيت ومشى حاله. لا ماشي معقول، مصيبه معقوله، راه بزاف السطوحه ولادنا، راه اللي كارد كور ديال السطوحه تك عليه يطيح، والحيوطه هربوا على بعضياتهم، تقسم حيط منا وتقسم من حيط مننا وهربوا الحيوطه على بعضياتهم، بانيين بالكرتون هذا حق الله، بيبان ديال الكرتون. واش هذاك الباب هو اللي غيحمي السلاح ديال البوليسي؟ في كرتون لداخل راك شتي ديجا كرتون وكرتون وسط الباب كيتقطع، ما كنخرجوش باش نلقى بحال داك السلاح. واه راه واه حنا ما قدروش نخرجوا باش نبقاو قابلين داكشي ديال رجالنا، هادشي راه حشومه، هادشي راه عيب. راه عيب، غوتنا، راه دابا كنا غنجيو بكثره، راه الناس دابا مسافرين مع العطله ومع سميتو، ولكن غير يجيو شهر سعود غنديروا ان شاء الله اكبر وقفه. حنا ما غنخرجوش ان شاء الله، ان شاء الله، لان هاد الناس ما داروش معنا الحل، ما وصلوا معنا لوالو، كنمشيو عند السلطات كنلقاو مسدين لنا الباب في وجهنا، تلقاو غير الناس ديالنا ديال الامن الوطني الله يجازيهم بخير، هما اللي واقفين معنا، هما اللي كنعلموهم، هما اللي كنقولوا لهم حنا غنديروا. اضطريت انا السيده ملي قطعت ليا الورقه في وجهي صيفط لها براري كوموندي، وهي عندي لابيزي ديالها. مشيت في نفس النهار صيفط لها براري ريكوموندي باش ما تقولش لي حقه ما حقه ما خبرتينيش. علاش هي كاينه في هذيك البلاصه بينا حنا باش كاينه هي تما؟ علاش كتقول لي سيري انت هي؟ انا عبد ضعيف خلقني الله كيف خلقها هي وخلق الجميع. وراك مرت رجل امن، او مرات رجل امن، او تفتخري كلهم وكلشي راه حشومه، تفتخر ولو نكون مواطنه بسيطه ما عندهاش حق ديرك باش تقدي لي الامر ديالي وتعاونيني، عاد تستقبليني مادام محطوطه في ديك البلاصه الا باش تستقبليني، وبيا انا باش كتخلصي وبهذا وبك انت وبوحدين اخرين، راه حشومه راه عيب. اشنو دابا اللي طاحوا علينا حنا الديور؟ ما حنا بفلوسنا، ما حنا برواحنا، ما حنا بولادنا، راه كنقولها ديما لا طاحت علينا شي عماره ما تجيوش تدفنونا، خليونا تم. بكا مورا النية خساره، هضروا معنا قبل، تحاوروا معنا قبل، كيضطروا يزيدوا في تبرهيش تبرهيش، كيزيدوا الموسيقى باش حنا ما نسمعش هادشي ديالنا، تبرهيش. انا كنهضر في الباب وما كيزيدوا في الموسيقى شغلوا مالك، هذا تبرهيش. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، ولكن بجهد الله والله انت غيتسمع صوتنا، والله انت صوتنا غيوصل، وان شاء الله غيوصل حتى لعند سيدنا، الله يحفظكم، عند سيدنا الله يسرو، الله يسهل عليكم. شفت تبرهيش ديال شركة العمران، زهدوا عليهم الموسيقى.